السلام عليكم ورحمة الله. طبعا حملة طريقة إنشاء حملة احترافية في منصة السناب شات لمنتج معين، نريد مع لدينا منتج معين نريد الترويج التسويق له من خلال هذا المنتج في متجرنا الإلكتروني، ونريد أن نسوق له في منصة السناب شات. في هذا الفيديو طبعا شرح بسيط وسريع طريقة إنشاء حملة احترافية في منصة السناب شات، لكن في البداية قبل أن نذهب إلى هذا الشرح أتمنى الإعجاب والمشاركة ليستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى، بعد الدخول إلى منصة ما يسمى مدير الإعلانات في السناب شات، تقوم بالدخول إلى مدير الإعلانات والذهاب إلى الوضع المخصص أو الوضع المتقدم لعمل الإعلان أو الحملة الاحترافية. طبعا ما هي؟ الوعي والاختبار والتحويلات. حملة التحويلات هي حملة المراد منها تحقيق المبيعات لمنتج معين، أما حملة الاختبارات فهي حملة تكون عادة التجميع البكسلات، وهذا الفيديو سوف نقوم بشرحه في وضع آخر. طبعا الوعي هي حملة للتعريف باسمك وعلامتك التجارية، وهو يفضل أن تقوم في البداية في أول بداياتك أن تقوم بعملية وعي ثم اختبار ثم ما يسمى بالتحويلات لتحقيق المبيعات. بعد أن تقوم باختيار التحويلات، طب تقوم باختيار اسم حملة إلكترونية، تقوم بوضع اسم المجموعة أو اسم الحملة الإلكترونية في منصة السناب شات. بعد ذلك تقوم بتحديد التاريخ للحملة وتاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها، ويفضل أن تكون النهاية هنا لمدة 7 أيام أقل حملة حتى يتسنى للسناب شات وضع التحليلات وتحقيق النتائج. طبعا تقوم بوضع الميزانية اليومية وهي لا تقل عن $20 في اليوم، ووضع الميزانية الكلية خلال الحملة أو مدة الحملة بشكل. طبعا يفضل أن تقوم بربط البيكسل قبل ذلك لتحقيق النتائج، إذا لم تقوم بربط البيكسل لا تعد حملة احترافية. بعد ذلك تقوم بالضغط على التالي ثم بتحديد ما يسمى مجموعة اسم مجموعة الحملة الإلكترونية أو اسم الحملة على اسم مجموعة الحملة. بعد ذلك تقوم ما يسمى باختيار الميزانية اليومية خلال اليوم، طبعا تتركها كما هي، أو هذا المبلغ المخصص خلال أول يوم يقوم بنفقه بإنفاقه يتم تحديده بشكل تلقائي، تقوم بتعديله يتم استقطاع بشكل يومي خلال الأيام المتساوية خلال أيام الحملة بشكل. بعد ذلك تقوم باختيار ما يسمى الهدف، منها قلنا المبيعات، فلذلك نقوم باختيار ما يسمى حملة اللي هي الشراء خلال البكسلات. بعد ذلك هناك 3 خيارات، إما يكون النقر من خلال بشكل تلقائي يحددها منصة السناب شات، وهنا تكون التكلفة عادة عالية، أو تقوم باختيار الحملة المقترحة التي لا تقل عن 4 أو 5 ريال في اليوم أو دولار، تقوم بتخصيصها. الطريقة الثالثة وهي أن تقوم بتخصيصها بنفسك ووضع الحد المناسب لها. بعد ذلك تقوم باختيار ما يسمى مواقع أو مواضع كرة الإعلان، ويفضل أن تقوم باختيار الموضع الثاني وهي الظهور على منصة الستورات ومنصة الأضواء غيرها. أيضا تقوم باختيار شرائح الجمهور من هنا لمن بناء على أو حسب ما يسمى المنتج التي تقوم بالترويج له. تقوم باختيار الموضع أو الموقع التي أنت في صدد إطلاق الحملة عليه، طبعا نتركه كما هو. الأعمار يفضل أن تكون من 18 عاما إلى 54 فما فوق. بعد ذلك تقوم بالخيار الثالث وهي شرائح الجمهور. كما أسلفنا شرائح الجمهور هنا تكون عادة بناء على نوع المنتج الذي تقوم بالترويج له، فإذا كانت مثلا عطورات أو ملابس تختار الجمهور الذين يبحثون عن هذا في نفس مجال الاختصاص. يعني الشغلة لا تحتاج، كلما كانت أكثر دقيقة تدقيقا في الحملة الإلكترونية كلما كانت الحملة أكثر تحقيق نتائج بفاعلية. تقوم بالضغط على التالي، وهذه هي المرحلة الأخيرة في وضع الإعلان، وهي الوضع ما يسمى وضع فيديو. تقوم أولا في رفع ما يسمى تحديد اسم علامتك التجارية أو الشركة أو العلامة التجارية التي تقوم بالترويج لها، وتحديد اسم أيضا للحملة الإلكترونية التي تقوم أنت في صدد الترويج لها أو اسم المنتج الذي تقوم بالترويج له.
بعد ذلك تقوم باختيار ما يسمى إرفاق الفيديو أو الصورة التي تريد الترويج له، وتحديد ما يسمى تحفيز الجمهور لاختيار العنصر ما يسمى اللي الطلب الآن، الحجز الآن، الشراء الآن، وضع أيقونة لتحفيز الجمهور على الشراء. بعد ذلك تقوم بوضع الرابط للمنتج، رابط مباشر للمنتج من خلال متجرك الإلكتروني، تقوم بلصقه ووضعه هنا ليتم هذا. مثلا الفيديو الذي نقوم بالترويج له، تقوم بوضع ما يسمى الرابط الخاص بهذا الفيديو أو المنتج، حتى يتسنى عند ظهور هذا الفيديو عند الضغط عليه يقوم بدخوله إلى بشكل مباشر إلى ما يسمى المنتج من خلال الويب سايت. بعد ذلك تقوم بمراجعة سريعة للحملة الإلكترونية التي تقوم بنشرها والبحث إذا كان هناك أخطاء وأي تعديلات للإطلاع عليها. بعد ذلك تقوم بالضغط على ما يسمى نشر الحملة، وهكذا تكون قد أنهيت ما يسمى حملة احترافية على منصة سناب شات. هذا كل ما في الأمر. شكرا لكم. طبعا إذا وجهتكم أي استفسارات أو أسئلة أتمنى تركها للتعليقات ليتم الرد عليكم. هذا كل ما في الأمر. شكرا لكم وإلى اللقاء.